أهلا بكم مشاهدينا إلى موجز لأهم الأخبار. قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ظهر اليوم وفي معيته سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بزيارة إلى مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر. وكان في استقبال سمو رعاه الله وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب عبد المحسن الصانع، حيث تفقد سمو حفظه الله إرجاء المسجد، وذلك بعد الانتهاء من الترميمات والإصلاحات لكافة الأضرار إثر الهجوم الإرهابي الشنيع العام الماضي. ثم قام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد بالتوقيع على سجل التشريفات. وقد تفضل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله بالسلام على أهل الشهداء الذين استشهدوا جراء الحادث الإرهابي الآثم، مؤكدا سموه لهم أن وحدتنا الوطنية هي السياج المنيع لحفظ الأمن وما يتحلى به المواطنون الكرام من روح وطنية سامية ومشهودة جبل عليها أبناء الكويت من محبة وتفاني لوطنهم وولاء له. سيصد بعون الله تعالى كافة الأعمال الإجرامية والإرهابية، متضرعا سموه إلى المولى عز وجل أن يتغمد أرواح الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلبس المصابين ثياب الصحة والعافية، وأن يحفظ الكويت العزيزة وأهلها الأوفياء من كل شر ومكروه ويدوم عليها نعمة الأمن والاستقرار. كما أشار سمو ولي العهد حفظه الله أنه بعد مرور عام على هذا الحدث الجسيم الذي لحق بمسجد الإمام الصادق عليه السلام وما شابه من دمار وخراب نتيجة فكر إرهابي منحرف، فإننا نحمد الله جميعا على إنجاز بفترة وجيزة وعودة الحياة إلى سابق عهدها كيد واحدة لنثبت وحدة الأمة في مواجهة أي انحراف، سائلين المولى عز وجل في هذا الشهر الفضيل أن يحفظ الكويت من كل مكروه وأن يوحد جهودهم لما فيه خير وسلامة الأراضي واستقرارها، مؤكدا سموه على أن الشعب الكويتي قيادة وحكومة وشعبا أسرة ويدا واحدة في السراء والضراء. هذا وأدى حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله الصلاة في المسجد. رافق سموه رعاه الله خلال الزيارة سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أحمد الصباح. يا والدا للدار أرخى جناحه فأنت لها ذخر وأنت لها مرسى.
واحد يطول عمركم ويخليكم، واحنا دائما في خدمة الوطن. انتم ما شاء الله مظلة كلهم مظلة، مو بس على الكويت، حتى على المنطقة واحدة كلها. الله يحفظكم، حياكم الله. في من يريد ان يفرق بين ابد ابد، ما حد يقدر طال عمرك، وجودك طول العمر انت والشيخ. الله لا يحكم مكروه ان شاء الله. شيء بعد طعام تفضل. يلا فمان الله، الله الكريم، فمان الله طويل العمر. اللهم احفظ الكويت وأهلها من كل مكروه. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذا الموجز، في أمان الله.